من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات. آيتان عظيمتان في كتاب الله تبارك وتعالى هما مدار هذه الحلقة، وحديثنا بالتأكيد لن يكون بعيدا عن هذه الحالة الاستثنائية التي يمر بها العالم، كل العالم، وحديث الناس عن هذا الوباء وعن هذا البلاء الذي أصاب العالم كله. اخترت آيتين ومن بعد ذلك سأعلق عليهما. الآية الأولى في سورة العنكبوت، ربي تبارك وتعالى يقول: ولقد أخذناهم، أو قال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بهم الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة المؤمنون يقول سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. آيتان تحتاج منا إلى تأمل. أما الأولى فالله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه. جاء سياق هذه الآية في الحديث عن أولئك الأقوام الذين تتابعوا على الرسل، قوم موسى عليه الصلاة والسلام، قوم نوح، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأقوام لما وقعوا في مخالفة الرسل ووقعوا في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ومخالفة الرسل ومخالفة منهج الله تبارك وتعالى ذنب. الله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه. فكلا أخذنا بذنبه، كل قوم من هؤلاء الأقوام الذين خالفوا منهج الله تبارك وتعالى الذي أنزله، هؤلاء الأقوام الذين تنكبوا وابتعدوا عن صراط الله المستقيم، هؤلاء الأقوام الذين قاموا على فعل مخالف لما أمرهم الله تبارك وتعالى به، ومخالف للغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجله، وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية واحدة، عبادة سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو، أو هذه هي الغاية. لما خالف
أولئك الأقوام. هذا الأمر وهذه الغاية حصلت العقوبة. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذه الآية من سورة العنكبوت يذكر لنا أمثلة على أقوام. فكلا أخذنا بذنبه. وأنا أرجوكم إخواني أخواتي تتأملوا معي هذه الجملة، فكلا أخذنا بذنبه. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه ومع خلقه، سواء على مستوى الأفراد، على المستوى الشخصي، أو على مستوى الجماعات. الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهذا الذنب بتعمد وإصرار وكبر على منهج الله وأمر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يؤدب هذا الإنسان، يؤدبه بعقوبة، سواء على مستوى الفرد والشخص، أو على مستوى الأمم، أو على مستوى الجماعات، على مستوى الأمم. فكلا أخذنا بذنبه. لهذا أنا ودي تذكرون لما تحدثنا في حديث الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما قال ما نزل بلاء إلا بذنب. لم يكن للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه، وهذا واضح في كتاب الله. يقول ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة من الذنب. الله سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ولكم أن تتصوروا أخواني أخواتي هذه العقوبة. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، تصور ينزل من السماء. ومنهم من أخذته الصيحة، صوت مروع يميت القلوب. ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه مجرد أمثلة. ثم قال سبحانه ومنهم من أغرقنا فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن العاقل لابد أن ينتبه لنفسه. هذا البلاء الذي يعم البشرية لطف من الله سبحانه وتعالى، ينبه الخلق إلى أنهم قد انحرفوا عن طريقه. يقول للخلق عودوا إلى طريق الله. وأنا وأنتم إخواني أخواتي مخاطبون في أنفسنا. كل واحد ينظر في نفسه، كل واحد ينظر في خطأه وفي ذنبه. دعك من ذنوب الآخرين، لا ننشغل بأخطاء الآخرين، خلونا ننشغل بأخطائنا. ننتبه، شوف شو عندي من القصور، وين القصور اللي عندي؟ يعني تصوروا يا أخواني، يعني هذا البلاء العظيم وهذا الوباء الذي يعني أطبق على الأرض، ما يخلي الواحد اللي ما يصلي يقول تعال ليش أنا ما أصلي؟ ما يخلي الإنسان الذي واقع في الفواحش والمنكرات يقول إلى متى أقع في الفواحش والمنكرات؟ هذا الإنسان الذي لا يزال في لهوة، يشرب خمر، يسرق، هذا الإنسان العاق لوالديه، أو ذاك اللي ظالم لأهله، ظالم لزوجته، أو ظالم لولده، أو ذاك اللي ماكل ورث إخوانه وإخوانه يطالبون بالميراث وياكل ميراثهم، يعني هذا ما يتنبه الإنسان ويقول سبحان الله شوف هذه الحالة التي نحن فيها. ما تذكر الإنسان هذا اللي يشوف المساجد أغلقت والجوامع أغلقت يقول وأنا ما أصلي؟ ما كأنها رسالة لي ولك؟ بلى. وفي القرآن الله سبحانه وتعالى يذكرنا قبل نزول البلاء، يقول شوفوا الأمم التي قبلكم، اتعظوا، اعتبروا. فكلا أخذنا بذنبه، معناته أن للذنب مؤاخذة. الإنسان إذا أذنب سيؤاخذ أيا كان هذا الإنسان، لو كان أقوى الناس سيؤاخذ، وقوته ما تنفع.
والواقع اليوم يشهد بذلك. إذن هذه هي الآية التي أحببت أن أقف وإياكم عندها. الآية الأخرى سأتحدث عنها لكن بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن هاتين الآيتين. الأولى تحدثت عنها في سورة العنكبوت، والآية الأخرى في سورة المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني ألا يكفي هذا البلاء وهذا العذاب على العالم على الأرض؟ ألا يكفي أن تتعظ الأمم؟ ألا يكفي أن يتعظ الخلق؟ والله أنا أرى هذا البلاء وهذا الوباء أرى فيه هذا الخير، أرى فيه هذا الخير، أرى أنه رسالة. كلنا ترانا، كلنا، أنا المتكلم وكثير من الناس مثلي صاحب ذنب وصاحب خطأ، وكأن هذا البلاء يقول: يا راشد، يا عبد الله، يا محمد، يا نورة، يا فاطمة، يا انتبهوا. يعني الحمد لله أن هذه رسائل يعني تخوف الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يخوفنا، والخوف من الله سبحانه وتعالى شيء محمود. الخوف من الله سبحانه وتعالى يحجز العبد عن الوقوع في الذنب. قد أكون مصلي محافظ على الصلوات الخمس في المسجد، قد أكون من الناس اللي يحجون كل سنة مرة، قد أكون من الناس اللي يزكون، لكن عندي خطأ ينسف هذا كله، عندي ذنب ينسف هذا كله. أنني أرمي الآخرين بالكذب والزور والبهتان والفراء. يمكن أنا من الناس الذي يؤذي الناس بلسانه، فأؤذي هذا وأؤذي هذا وأؤذي هذا. اليوم قد تجد بعض الناس يعني يبكي أنه حيل بينه وبين الوصول إلى المسجد، وهذا أمر طيب، لكن ينبغي أيضا أن يبكي إذا حيل بينه وبين أن يصمت عن أعراض المسلمين والمسلمات. الوقوع في هذا الذنب عظيم، وكم مرة ذكرت أنا وذكر غيري وتكلمنا في هذا الموضوع أن اللسان إذا لم يتحكم فيه الإنسان قد ينسف عليه كل الحسنات. وتذكرون أخواني أخواتي المرأة التي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل. يعني اليوم مصطلح اليوم هذه امرأة متدينة مطوعة، في النهار صايمة، في الليل قائمة، وجمعت مع هذا الخير العمل الصالح، ولكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار. يا الله، لأن هذا الذنب يؤاخذ به الإنسان، فكلا أخذنا بذنبه. هذا آذى الجيران بلسانه. لهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن تعريف المسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ولما سئل عن المؤمن قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى معنى الإسلام، وانظر إلى معنى الإيمان، هو كف شرك عن الناس. أن تكف شرك عن الناس هذا هو الإسلام، أن تكف شرك عن الناس هذا هو الإيمان. فالآية واضحة،
الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية التي في سورة المؤمنون: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما استكانوا لربهم يعني فما ذلوا وخضعوا واستسلموا وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا البلاء المفروض يذكرني يقول: لا يا فلان، اخضع لأمر الله، انقاد لأمر الله، ترى هذا المال اللي تأخذه وانت كنت غافل، هذه الآية التي جاءت وهذا الوباء، هذا الفيروس، هذا يذكرك، يقول لك: شوف ترى أنت جالس في البيت الآن، وأنت جالس في البيت ووسط أهلك وكل يعني أسباب الراحة والرفاهية موجودة عندك في البيت، ومع ذلك تجد كأنك في ضيق في صدرك بس لأنك ممنوع من الخروج. فكيف لو وقع البعيد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيني ويعافيكم ويجعلني وإياكم وولدينا من أهل الجنة. كيف لو وقع البعيد في عذاب النار؟ كيف يعني؟ تصور لهذا الإنسان الذي اليوم يده ممتدة إلى الحرام، مفروض خلاص ننتبه، الحمد لله اللي الله أعطاني إلى الآن حتى أتوب. الإنسان الذي يعني يقع في أرزاق الناس ويتسبب في قطع أرزاق الناس، يكون سبب يشي على هذا ويشي على هذا ويشي على هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا، أو الرجل الذي يخبب المرأة على زوجها ويجعلها تقع في الحرام، أو المرأة التي توغر صدر زوجها على إخوانه على أمه على أبوه. كم من الأسر تفككت بسبب امرأة مريضة نفسيا أوغرت صدر زوجها على أهله، أو العكس، يعني زوج على يوغر صدر زوجته على أهلها، أو والد يوغر صدر أولاده على أمهم، أو العكس. هذا كل هذه الآية تجعلنا نفيق، مثل الواحد اللي نايم والآن يقال له: انتبه، استيقظ. يعني الجميل والخير في هذا البلاء هذا هو: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننقاد، نخضع، نستسلم لأمره سبحانه وتعالى، ثم ننتبه. يراجع كل واحد فينا نفسه. أتألم كثير لما أسمع من الناس من يقول: خلي فلان يرتدع، خلي فلان ينتبه. لا لا لا، خليك من فلان وخليك من فلانة، أنا وأنت، فكلنا أخذنا بذنبه، فكلنا أخذنا بذنبه، خلني أنتبه إلى ذنبي أنا، خلي فلان وذنبه. لا تشتغل بذنوب الآخرين، والله نصيحة لي ولك ولك، لا ننشغل بذنوب الآخرين، لا نقول خلي فلان ينتبه اللي ما يصلي في المسجد، لا، انتبه لنفسك أنت. لا نقول خلي فلان اللي يجمع فلوسه ولا يزكي، لا لا، انتبه أنت، شوف في نفسك أنت. إذا أردنا أن ننهض كأمة كمجتمع، لنبدأ في إصلاح أنفسنا نحن، ثم ليس هناك مانع أن ننصح الآخرين، لا أن نتكلم في الآخرين. فرق كبير بين أن أنصح الآخرين وأن أتكلم في الآخرين بالسوء، فرق بين أني أنصحهم، فرق بين أني أفضحهم. أبدا. اليوم ليشتغل كل واحد منا على نفسه. ثم تبقى كلمة أخيرة أجعلها بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد. أعود للآية التي وقفت عندها قبل الفاصل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أتدرون أخواني أخواتي ما هو الواجب علينا نحن كمسلمين مع هذا الوباء، مع هذا البلاء، ومع كل وباء وبلاء؟ هذه الكلمة التي في آخر هذه الآية من سورة المؤمنون: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
الله سبحانه وتعالى يريد منا في هذا البلاء أن نتضرع، أن نقول يا الله يا رب أرجوك اسمح لي أن أسألك هذا السؤال اليوم وأنت تشاهدني الآن. كم مرة دعيت الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا وأن يدفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين وعن العالم كله؟ كم مرة؟ أسألك أنت، خلك من غيرك، خلك من هذا اللي في جانبك، أسألك أنت وأسألك أنت وأسأل نفسي، هل لنا وقت يمر علينا كل شوي نرفع أيدينا ونقول يا رب يا رب يا رب ترفع هذا البلاء، ترفع هذا الوباء، ارفعه يا رب عنا، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، عن العالم؟ هل فعلنا هذا الأمر؟ إذا ما فعلناه وقلوبنا متعلقة، وهذا خطأ كبير، قلوبنا متعلقة في بلاد كذا وبلاد كذا وبلاد كذا، هل وجدوا دواء لهذا الوباء؟ هل وجدوا لقاحا لهذا الوباء؟ ونفرح ونطير حينما نسمع كلام هنا أو هناك. تعلقت قلوبنا بالمخلوق، والله سبحانه وتعالى يريد منا أن تتعلق قلوبنا به سبحانه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني الواجب أنهم يستكينون لربهم ويتضرعون. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أرجوك لا تحتقر نفسك، لا تقول أصلا أنا من حتى الله يستجيب دعائي فيرفع هذا البلاء عن العالم. لا، اعلم أن ضعفك قد يكون سبب لاستجابة دعوتك. أما قال عليه الصلاة والسلام كم من ضعيف متضعف، أو قال أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. قلتها من قبل في هذا البرنامج وأقولها اليوم، أنا على يقين، أنا على يقين أن في الأمة اليوم، بل من في من يتابعني الآن، فيهم من لو أقسم على الله لأبره. الصلاح فينا كثير بفضل الله، فالصالحون والصالحات اليوم في المجتمع كثر، خاصة في الآباء والأجداد، خاصة في الأبناء الصغار. اجلس عند والدتك وقول يا يمه لا تنسينا من دعائك، ادعي للبحرين وادعي لبلاد المسلمين وادعي للعالم. والله إن في تلك الأيادي المباركة المتوضئة التي ما قارفت ذنبا فيها أسرار عظيمة لو رفعت إلى الخالق سبحانه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يقول لعلهم يتضرعون. الله يريد منا أن نتضرع. ابنك الصغير ذكره بالدعاء لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. والله العظيم، أقسم بالله العظيم، إن الله سبحانه وتعالى سيرفع هذا الوباء، وقد يكون بدعوة أحد الصالحين منكم أو الصالحات. لأن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الدعاء بين فيه أسرار عظيمة، ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بين لنا أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. إذا كانت قوة الدعاء قوية صرع القضاء ورده، فإذا نزل القضاء نزل مخففا. لكن بعض الناس عاجز. تسألوني إخواني أخواتي كيف عاجز؟ أقول نعم،
هناك عجز ليس بعده عجز، هناك عجز ليس بعده عجز، وهو عجز الإنسان عن الدعاء. هل في هذا يعني تعب وجهد حينما يرفع الإنسان يده يقول يا رب؟ رسولنا الكريم صلوات ربي وسلم عليه يقول: إن أعجز الناس من عجز في الدعاء، أعجز الناس من عجز في الدعاء. فالواجب على العبد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الوباء ليل نهار، في صلاتك، في قيامك، في جميع أحيانك، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الناس. ثم لا يمنع أن أذكر بكلمة قالها ابن القيم وقد أشرت إليها قبل قليل، قال رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا أيضا أذكر بقضية وهي مهمة. لو قال إنسان: أنا لن أدعو، خل غيري يدعو، هل تعلمون أن عدم الدعاء يستجلب غضب الله سبحانه وتعالى؟ الذي ما يدعو الله تبارك وتعالى يغضب عليه. اسمعوا ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لأن الدعاء هو العبادة. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. فندعو الله سبحانه وتعالى لتتحرك هذه الأكف تقول يا الله. لكن ننبه على قضيتين اثنتين. القضية الأولى الآن يعني الناس بسبب يعني هذه الرسائل التي تنتقل بسرعة أسرع من البرق، أصبحت البدع أيضا تنتقل بسرعة البرق. هناك من يعني يشيع في الناس أنواع من التصرفات في مثل هذه الأزمات، ويقول للناس: شاركوني هذا الأمر. على سبيل المثال يقول يرسل للناس رسالة الليلة، يكتب فيها الليلة بعد الساعة 12 ليلا نريد أن نستغفر الله تبارك وتعالى جميعا وندعو الله كلنا. هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن يتنادى الناس عبر هذه الطريقة وللدعاء. أو بعض الأخوة يقول: لماذا لا تفتحون المساجد، يعني أقصد ميكروفونات المساجد، لماذا لا تفتحون سماعات المساجد وتقرؤون فيها القرآن وتكبرون وتدعون؟ قل: ليست هذه السنة. منائر المساجد مخصصة لرفع صوت الأذان فقط. ولكن لماذا أنا أقول هذه الاتكالية؟ نريد غيرنا يقرأ عنا القرآن، ونريد غيرنا يكبر ويهلل ويذكر الله، ونريد غيرنا يدعو لنا أيضا. يعني ماذا لا تدعو أنت في سرك وخاصة نفسك؟ لماذا تريد حتى في الدعاء نريد أحد يدعو لنا؟ وهذا أمر عجيب. يعني لا، كل يدعو ويشجع غيره على الدعاء، كل يدعو ويشجع غيره على الدعاء، نشجع الوالدة والوالد، نشجع الزوجة، نشجع الأولاد، نشجع أنفسنا على الدعاء، يكون في دعاء كل يدعو في نفسه. وكذلك يعني ينتبه الإنسان إلى بعض التصرفات مثل هذه الأزمات التي ليست من دين الله تبارك وتعالى وليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أقوله في النهاية، هذا البلاء بإذن الله تبارك وتعالى سيرتفع وسيكون ذكرى تتذكره الأجيال. العبرة ليس أن نتذكر هذا البلاء،
العبرة من الذي استفاد من هذا البلاء؟ من الذي صحح منهج حياته؟ من الذي عدل مساره؟ من الذي استيقظ من غفلته؟ من الذي انتبه من نومته؟ من الذي ابتدأ طريقه إلى الله سبحانه وتعالى؟ بلاء سيزول، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الكون. تأتي المحن وتذهب، والواقع يشهد بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه وعفوه أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا مملكة البحرين. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا مملكة البحرين وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يرفعه عن العالم أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعافي وأن يشفي كل مريض مبتلى بهذا البلاء وغيره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين بالصحة والسلامة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والدينا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا وأخواتنا من أهل الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم السداد والرشاد، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور يانعي.